السلام عليكم. طبعا كان اليوم راح نحكي عن موضوع يهم طبقة من المجتمع اللي هي الأمهات. وأن النساء بفترة الحمل تتحمل أو أحيانا يعني العنف الاجتماعي النسائي إنه والله أنت إذا صار عندك حمل لا تروحين طبيب أسنان، وهذا شيء خاطئ. المفروض الأم الحامل كل شهر تراجع طبيب أسنان، يعتني بأسنانها، يشوف أسنانها إذا عليها مشكلة أو في تزوج بسيط ممكن يعالجه. عادة الحوامل يصير عندهم التهاب اللثة، ليش؟ لأنه يصير عندهم اختلاف هرموني، بالإضافة إلى أنه الطفل تكونه راح يسحب الكالسيوم والمعادن من جسم المرأة، فبالتالي راح يكون جسم المرأة في فترة الحمل ضعيف مثل ما في القرآن مذكور، وحملته وهن على وهن، فبالتالي احتمالية تكون التكلسات، احتمالية التهاب اللثة تكون عندها أعلى. المفروض أن المرأة الحامل كل شهر أو ماكسيموم كل شهر تراجع مركز صحي أو طبيب أسناني يعتني بأسنانها حتى لا يصير عندها مشاكل. هاي أولا. اثنين، إنه المرأة فترة الحمل طبعاً راح يكون عندها بعض الريستريكشن أو بعض الأمور اللي يصير إنه تسويها، مثلاً إنه الأدوية لازم تكون مقيدة خاصة بالأشهر الأولى. هواي من الأدوية من نوعها مسكنات أو الفلاجيل أو أي من هذه الأمور ممنوعة بالنسبة للأم الحامل. الفترة اللي هي خلينا نقول السكند ترايمستر أو الفترة ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر، هذه ممكن أن تجري بها بعض الأمور الجراحية، يعني مثلا إذا عندها سن يحتاج لقلع ممكن أن تقلع بفترة الحمل خلال 3 إلى 6. طبعا عادة إذا الطفل الأول يكون نوعا ما لازم استشارة الطبيبة النسائية اللي تعتني بحالتها على مود إنه يعني يشيكون حالتها وضعها الحمل حتى لا يتأثر. بالنسبة للستريس أو الخوف من طبيب الأسنان أيضا الندف اللي راح يصير بالنسبة للقلع أو الأمور الجراحية، فبالتالي يفضل استشارة الطبيبة النسائية. أما بالأشهر الأولى والأشهر الأخيرة ما نفضل أي عمليات جراحية أن نقوم بها للأم الحامل، وإنما تنتظر لحد ما بعد الولادة. لكن إذا عندها مثلا ألم، يعني بعض الأطباء الأسنان أو بعض الناس اللي خلينا نقول الاجتماع يعني عرف اجتماعي إنه والله عندها أمل عندها ألم بس أوكي ما تروحين طبيب أسنان لأنه ما يصير أو الحمل راح يتأثر وكذا، هذا شيء خاطئ جدا. أي أمور مثلا بنج، مثلا الأمور التنظيف اللثة أو عناية اللثة عناية الأسنان كلها طبيعية. إذا صار عندها ألم لازم إن نشيل هذا الألم. عشان نشيل الألم راح نعطيها بنج. أهوان أيضا من الطبيبات النسائية للأسف لا زالوا لحد يومنا هذا أن يكتب لنا وذات الأدرينالين، يعني البلين أو اللي بدون أدرينالين، وهذا الشيء أيضا خاطئ لأنه يعني أثبتت الدراسات منذ زمن، يعني مو حديثا والله من زمن طويل، أنه الأدرينالين ما راح يأثر على المرأة الحامل. ليش؟ لأنه ما راح يتجاوز 5 سنتيم، وإضافة إلى أنه راح يسوي لنا ريستركشن للبلد، فبالتالي يقلل من نسبة النزف، يقلل من هواي أمور، فبالتالي الأدرينالين بالنسبة للبنج أفضل من الغذاء الأدرينالين خاصة بالنسبة للحوامل. إضافة إلى أمر آخر، أكو بعض الأطباء مثلاً يقول لي نشتغلها وذات أنستيزي أصلاً بدون بنج. الأدرينالين هو عبارة عن هرمون أو عبارة عن شيء يفرز جسم الإنسان نفسه، فالأدرينالين ممكن إنه ينفرز بعشرات أضعاف هاي الأنستيزي أو هذا الكافور مال بنج إذا اشتغلنا بدون بنج، لأنه الإنسان ما يكون تحت ستريس أو يكون تحت ألم راح يفرز أدرينالين أكثر. يعني إحنا معروف إنه يقول لك إذا أجلك من الكلب هاجمك لازم أنت ما تبدي له الخوف، لأنه هو راح يشم رائحة الأدرينالين نتيجة الخوف ونتيجة الرعب اللي راح يصير عند الشخص اللي هاجمه، فبالتالي الكلب يكون يعني هذا فتح حافز إلى حتى يهجم عليه. في حين انه الانسان اللي ما خايف او اللي ما مرعوب من هذا ما راح يفرز الادرينالين، فبالتالي راح يكون جسمه اقوى او ما يهاجمه. الموضوع نفس الشيء بالنسبه للحوامل، انه المراه اذا كانت حامل واشتغلنا لها بدون بنج او ما اشتغلنا لها اصلا، يعني رحت البيت وتتحمل الم والله شنو انا حامل، هذا راح ياثر على الطفل اكثر مما انه تعالج المشكله اللي عندها وتزيل الالم. طبعا تزيل الالم ممكن نسوي
قطع للعصب، نسوي فد علاج بحيث انه حتى لو هو مؤقت لحد انه يزيل الالم لحد ما بعد الولاده ممكن ان نكمل. وممكن طبعا بعض التقنيات الحديثه الموجوده حاليا ممكن ان نكمل حتى حشوه الجذب بدون ان نضطر الى اخذ الاشعه وغيرها. الاشعه بشكل عام انا افضل عدم اخذ الاشعه بالنسبه للمرض الحالي، لكن الاشعه بالنسبه للاسنان هواي دراسات شئنا ما بين هي دراسات موجوده ومعلنه ومثبته انه اذا لبست جديد عفوا او هذا الواقع الرصاص على جسمها واخذ لها طبيب الاسنان بالديجيتال اكس راي الحديثه فممكن انه ما ياثر على الطفل، لكن درءا للمشاكل او يعني حتى نبقى في حاله من هذا الموضوع ممكن انه تكمل الشغل بدون اخذ اشعه في حاله انه احتاجنا الى حشوه جذب او غيرها فنعالجها بدون اخذ الاشعه. شكرا لكم.